أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: رجل توفي والده وخلف ديونا كثيرة، فهل يجوز لمن له تلك الديون أن يخصمها من زكاته ويأخذ ماله وهي من زكاة ماله؟ لا، إسقاط الديون لا يكفي عن الزكاة، لأن الله أمر بإيتاء الزكاة، يعني دفع الزكاة للمحتاجين، وإسقاط الدين ليس إيتاءً لها. وأيضاً ربما أنه لما أيس من الدين وخاف أنه ما يجي قال يصير عن الزكاة، لا ما يصلح هذا، لا يكفي إسقاط الدين عن إخراج الزكاة. نعم.